في عناوين هذه النشرة: 4 آب، القلب في بيروت والعين إلى الحقيقة فالعدالة. الرئيس عون في مؤتمر دعم لبنان: لا أحد فوق سقف القانون مهما على شأنه. صواريخ من لبنان على إسرائيل ورد محدود. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. عام على آب الأسود، عام على كارثة غيرت وجه العاصمة وأيقظت في اللبنانيين شعلة الغضب الصادق الذي وإن ترجم سيحرق المتورطين بنار الحقيقة ويسحب الحصانات رغما عن إرادة المتلطين خلفها، فتتحقق العدالة للمرة الأولى في تاريخنا الحديث. وفي العام الأول نجدد العهد أننا لن نسكت ولن نستثمر في الدماء، سنسير بعزم باتجاه المحاسبة الآتية حتما مهما تأخرت الأيام. والبداية من مرفأ بيروت الذي يستعد لاستذكار الشهداء، والتفاصيل مع الزميلة ريما حمدان. ريما، يعطيك العافية، كيف يبدو المشهد في مرفأ بيروت بعد عام على 4 آب 2020؟ نعم جورج، الله يعافيك. يعني للأسف بعد عام على انفجار، هذا الانفجار اللي راح ضحيته قرابة 214 شهيد لبناني ومن المقيمين في لبنان كانوا بمحيط مرفأ بيروت أو عاملين على بهيدا المرفأ. إذن اليوم أكثر من 214 شهيد كما ذكرت بحسب الأرقام الرسمية، وأكثر من 6500 جريح جراء هذا الانفجار. لا يزال جرح ينزف لغاية هذه اللحظة، ولا يزال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت صوت يصدح في كل مناسبة وكل شارع وكل حي بهيدي المدينة اللي أعلنت مدينة منكوبة من أجل معرفة حقيقة ما جرى فيها يعني السنة الماضية في ذلك النهار، ومعرفة من المهمل، من المسبب، كل من يظهره التحقيق فاعلا أو مسببا أو مشاركا أو مهملا لحصول هذا الانفجار. كما عم نشوف خلف جورج الإهراءات على حالة بعد عمليات يعني الدفاع المدني كان عم بيشتغل لغاية اليوم بالإهراءات، هناك عمل كان وهناك هناك تحضيرات لإحياء هذا النهار وسط إصرار وصرخات أهالي ضحايا شهداء مرفأ بيروت جميعا، سواء كانوا أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت أو أهالي ضحايا المدنيين أو من العسكريين الذين سقطوا في هذه الكارثة، أو حتى عمال مرفأ بيروت يلي كمان استشهدوا وهن عم بيشتغلوا وهن أبرياء. يعني مثل ما عم نشوف التحضيرات داخل المرفأ مستمرة لحين موعد إقامة القداس عند الساعة 6:07 وهو توقيت انفجار بيروت. كما علمنا هناك صفارات سوف تدوى بهذا التوقيت، بالإضافة إلى أن القداس سيقام مثل ما كمان ما عم نشوف بعدسة الزميل شرب الفاضل قرابة أكثر من 1500 كرسي بحسب ما قال لنا المنظمين، هن تم إحضار لأحياء هذه الذكرى والصلاة لراحة نفس الشهداء، بالإضافة إلى أن المشهد على حاله داخل حرم مرفأ بيروت. جورج، مثل ما عم نشوف أكوام من الحديد اللي هي كانت آليات وسيارات متوقفة بمرفأ بيروت، بالإضافة إلى الكونتينرات الحديدية. المنطقة الحرة جزء منها، إذا فينا نشوف الجزء الأبيض أو المباني البيض اللي هن تابعين للمنطقة الحرة بالمرفأ، جزء من المكاتب تم ترميمها، إنما الأخضر أو الحديد الأخضر والهنجارات الخضر يعني أخليت من البضائع، ولكن أثار الانفجار لا تزال حاضرة على هذه المباني. إضافة إذا بدنا نروح بالمشهد باتجاه الأحياء السكنية، بعض المباني نقدر نلاحظ أنها تم ترميمها لأنه أكثر من 60 ألف وحدة
وحدة سكنية تضررت، بعض المباني هي قيد الترميم، بعض المباني لم ترمم أصلا لأنه حجم الدمار كتير كبير. وإذا أيضا فينا نشوف بعدسة الزميل شرب الفاضل مؤسسة كهرباء لبنان اللي هي مباشرة تقع على خط التماس أو على خط النظر للإهراءات، مكان مكان هناك العنبر رقم 12، كمان مؤسسة كهرباء لبنان اللي كان هناك قدمت شهداء وهي تضررت بشكل كامل. يعني حتى يعني بعد ما نتذكر نحن أول ما دخلنا إلى مؤسسة كهرباء لبنان تاني نهار على الانفجار ما كان هناك سلالم لحتى يقدر الموظفين ينزلوا من الطوابق العليا، تضررت كمان. كل هذا المشهد هو حاضر بذكرى انفجار 4 آب، وكمان بدي أشير إلى أنه هناك على ما يبدو مثل ما عم نقدر نشوف من مكان نحن موجودين نصب تذكاري لشهداء المرفأ، وهناك تحية عسكرية كمان ل يعني فوج من أفواج أو مجموعة من عناصر الأمن العام يلي هن كمان وضعوا على ما يبدو إكليل من الزهر على الضريح. وكان طبعا بالأمس كان هناك وضع من قبل فوج إطفاء بيروت إكليل من الزهر على الضريح. وبالعودة جورج إلى ملابسات أو إلى تفاصيل هذا النهار يلي هو على ما يبدو نهار طويل، هناك على ما يبدو نهار طويل هناك عدد من النقاط يلي هن رح يتواجد فيها وتنطلق فيها المسيرات، سواء كان من شارع أرمينيا من شارع أرمينيا ببرج حمود، وأيضا بساحة النور خارج بيروت بطرابلس بصور بزوق، يعني بزوق كمان على أوتوستراد زوق رح يكون هناك أيضا مسيرات، بالإضافة إلى تجمع أمام شركة كهرباء لبنان، تجمع أمام قصر العدل، ساحة سيسين، فوج إطفاء بيروت، أمام السان جورج كمان رح يكون تجمع. كل التجمعات يلي رح تكون ببيروت هي سوف تنطلق يعني قرابة الساعة 3:30 من اليوم لحتى تتوجه إلى المرفأ إحياء لهذا الذكرى. إشارة إلى أنه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أو جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ كانت قد حذرت المعنيين وحذرت القضاء من الاستمرار بالمماطلة كما قالت، وقالوا بالأمس ببيان أنه أمام الدولة اللبنانية 30 ساعة من تاريخ إعلان بيان لكشف حقيقة ما جرى وإلا هناك تصعيد. كمان بمعزل عن هذا الرأي هناك عدد من أهالي الضحايا يشددون على سلمية التحركات، وهذا الأمر سلمية التحركات هذا الأمر كان قد أشار إليه بيان المديرية العامة للقوى الأمنية يلي هي قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة يلي أصدرت بيان، ويعني مختصر هذا البيان هي تقدر مشاعر الغضب والحزن التي تملأ صدور الأهالي، وهي أيضا بالوقت نفسه تقدس حق التعبير لجميع المواطنين اللي كفلوا الدستور اللبناني، ولكن تشدد على الإبقاء على سلمية التحرك وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبية. فالقوى الأمنية ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب إذا لزم الأمر. وأيضا ذكرت القوى الأمنية ببيان عدم التعرض لعناصر المكفلين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والحفاظ على سلامتهم. وقالت أيضا ببيانة أنه الفوضى لم تكن يوما الحل الأنسب للأزمات. بالتالي هذا هو بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وأيضا جورج ما فينا إلا ما نتوقف أيضا أخيرا وسريعا عند الإشكال يلي حصل على أوتوستراد الزوق بين الوافدين إلى مرفأ بيروت
الحوت والجيش اللبناني على خلفية تفتيش الجيش اللبناني إحدى السيارات. وهون أيضا إشارة جورج إلى أن القوى الأمنية سواء كانت أمن عام، الجيش اللبناني، قوى يعني جميع القوى الأمنية هي اليوم هناك إجراءات جدا صارمة، وهناك أيضا إجراءات تفتيشية جدا صارمة سواء كان بمحيط مرفأ بيروت وأماكن التجمع أو داخل مرفأ بيروت داخل هذا الحرم حيث سيقام القداس لمنع أي إشكال أمني أي عمل تخريبي، على أمل أنه طبعا ما يكون هناك مخربين ويمرق هذا النهار على خير. ريما، طالما كنت عم تتحدث عن إشكال حصل بالزو وبانتظار الموعد المرتقب للتحرك، شكى مواطن من تعرض حزبيين له لرفضه أن يحملوا أعلامهم للمشاركة في وقفة اليوم. أنا بس العزيز الدنيا عندي أنه دي قد يقبلوا ياخذوا هذه الشهادة اللي رحنا. نحن شهداء أحياء بيجي هودي ما عارفين تاريخه لسنة الجعشة. نحن اليوم ما بدنا فوضى، ما بدنا أحزاب الثورة اليوم. ما شاء الله. الشعب اللبناني كله لازم كلنا شهداء. أحزاب. ما بدنا أحزاب يا خيي. كل واحد رأيه. أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي في عظة ألقاها خلال قداس على راحة نفس شهداء مستشفى الروم أننا سنبقى رافعين الصوت ومطالبين بمتابعة التحقيق حتى النهاية لكي ينال عقابه كل مستحق للعقاب. وشدد على أن لا أحد فوق القانون، ومن يعيق تحقيق العدالة مجرم ولو كان من كبار الناس، لافتا إلى أن المسؤول الحقيقي الذي يعي مسؤوليته يكون قدوة في احترام القانون وفي وضع كل إمكاناته في تصرف التحقيق لكي تنجلي الحقيقة. إن المسؤول الحقيقي الذي يعي مسؤوليته وواجباته يكون قدوة في احترام القانون وتطبيقه وفي وضع كل إمكاناته بتصرف التحقيق لكي تنجلي الحقيقة. أما من يتهرب من وجه العدالة هو يدين نفسه بنفسه، وإن نجا من حكم الأرض فلن ينجو من عدالة السماء. كما ندعو أبناءنا الأحباء الذين أصابهم هذا التفجير الآثم بأي شكل من الأشكال، نسألهم ألا ييأسوا ولا يترك هذه الأرض المباركة، أن لا يترك هذه الأرض لأناس لا يستحقها. ها هنا وطننا وأرض آبائكم وأجدادكم، وهي حق لكم ومن واجبكم المحافظة عليها مهما قصت الظروف. ذكرى الرابع من آب شكلت محور الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة في بكركي، داعينا إلى رفع الحصانات وأقرار القوانين التي تضمن استقلالية القضاء عن السياسة. كما تطرق الاجتماع إلى الملف الحكومي. إن الآباء إذ يشتركون في هذه الصلاة ويجددون عزاءهم لأهل الضحايا الكرام ووقوفهم إلى جانبهم وجانب جميع الذين أصيبوا في هذا التفجير المجرم، يدعون بإصرار إلى تسهيل عمل القضاء اللبناني من خلال رفع الحصانات عمن يستدعيهم للتحقيق من نواب ووزراء سابقين وضباط وكبار موظفين، والكف عن تمييع هذه القضية الإنسانية والوطنية الكبرى في متاهات السياسات الصغيرة. فمعرفة الحقيقة حق للمواطنين، والكنيسة هي السند لكل مطالب به. أبدى الآباء ارتياحهم إلى التكليف وبدء مشاورات تأليف الحكومة، لكن ارتياحهم هذا يظل مرتبطا إلى حد كبير بوجوب احترام المبادئ، ومنها المختصة بالمداورة بموجب المادة 95 من الدستور
وتلك المتفق عليها لتكوين الطاقم الحكومي والقائمة على الاختصاص والكفاءة والنزاهة ومفهوم فريق العمل القادر على السير بالإصلاحات المطلوبة، كما يظل مرتبطاً بسرعة تحقيق كل ذلك، فكفى البلاد والمواطنين تأخيراً وتسويفاً لقيام حكومة جديدة مكتملة الأوصاف تبادر إلى الإنقاذ الذي يترقب المجتمع العربي والدولي بدايته من أجل مد يد العون للبنان. هذا وانطلقت مسيرة راجلة لقوى الأمن الداخلي من ساحة الشهداء في وسط بيروت في الذكرى السنوية الأولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت، واتجهت المسيرة إلى نصب الشهداء التذكاري في المرفأ، حيث وضع 214 وردة وأقيمت مراسم التكريم على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي. إلى ذلك نكست الأعلام في القصر الجمهوري حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020. وبالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، مؤتمر لدعم لبنان بدعوة فرنسية وكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد فيها التزامه بتحقيق العدالة بملف انفجار المرفأ، مؤكدا أن لبنان بحاجة لكل مساعدة من المجتمع الدولي. بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده ستقدم في الأشهر المقبلة مساعدات باليورو إلى الشعب اللبناني لدعم التعليم والتربية والعائلات والتلامذة، كما ستضاعف المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى المساهمة أيضا بأعمار مرفأ بيروت. ولفت ماكرون إلى أننا سنستمر في العمل لتكون مساعدتنا موجهة مباشرة إلى الشعب اللبناني بشكل شفاف. لقد سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه. واليوم أكرر التزامي وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما على شأنه. وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة. لم يعد بإمكانه لبنان انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى، وهو لا شك أن لبنان بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة ودعم من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، بشكل خاص مساعدات إنسانية واجتماعية وصحية بشعبنا بأمس الحاجة إليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون. نحن في مرحلة جديدة وأمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتحضير أيضا للانتخابات النيابية المقبلة بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي. ولابد هنا من التأكيد أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من الصندوق في أيلول المقبل يجب استعماله بتأنٍ وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الإصلاحات. إنني
مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وقد عاهدت اللبنانيين على المضي قدما بها مهما كانت العراقيل، ونحن ننتظر نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ونحن نتمسك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات. أتوجه الآن مباشرة إلى الرئيس عون وإلى الطبقة السياسية اللبنانية. الرئيس عون المتواجد معنا اليوم يعرف كم أقدره شخصيا، شخصيته كمحارب للحرية وكونه المنتخب من الشعب اللبناني، ولكن على الأقل ما زلت أعتبر أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست فقط مصير تام، إنها ثمرة فشل جماعي أيضا وأفعال غير مبررة، وهي نتيجة كل الأخطاء التي قد حصلت ضد المصلحة العامة، وإن مجمل الطبقة السياسية اللبنانية، كل الطبقة السياسية اللبنانية زادت من تفاقم هذه الأزمة عندما وضعت مصالحها الشخصية والحزبية قبل مصالح الشعب اللبناني. مجددا الأولوية الأساسية تبقى تشكيل حكومة مهمة مسؤولة عن القيام بالتدابير والمهمات الأساسية الملحة، وذلك سيسمح للمجتمع الدولي بدعم لبنان أكثر من ذلك. وكان البابا فرانسيس أعلن في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت أن لديه رغبة شديدة في زيارة لبنان، وفي أول خطاب له منذ خضوعه لجراحة قبل نحو شهر عبر عن أمنيته في نجاح جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمع مساعدات للبنان بأكثر من 350 مليون دولار في مؤتمر للمانحين، كما وجه تحذيرا جديدا للساسة اللبنانيين. وقال البابا إن الكثيرين في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حد فقدوا إرادة الحياة، وأضاف أنه يجب على المانحين مساعدة لبنان على طريق العودة للحياة. التيار الوطني الحر كان أحيا الذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب عبر تحرك مسائي. من قلب الأشرفية وبصمت وخشوع، ما خرق إلا صوت الصلاة، أحيت هيئة بيروت الأولى بالتيار الوطني الحر الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت بمشاركة عدد من أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين بنهار 4 آب الأليم. بتحرك التيار الوطني الحر غاب الاستثمار السياسي، فلا أعلام حزبية ولا شعارات ولا هتافات، بل حل اللونين الأبيض والأسود، 214 كرسي مع بالونات بإشارة لعدد الشهداء يلي ارتفعوا بهيدا النهار على السما. شموع مشاعل ومناطيد أضاءت سماء العاصمة المنكوبة بتحية لأرواحهم. ألام الفراق تجلت بالكلمات يلي خصصت فقط لأهالي الشهداء والجرحى. البابا من كتر النزيف يلي صار معه من وراء وجهة الإزاز اللي طالت عليه خزقت له جسمه تخزيق، تركنا بعد 5 أيام. بعرف إنه لو شو ما صار البابا ما رح يرجع، بس على القليلة بس نعرف مين عمل فينا هيك منرتاح ولو شوي، مين يلي أصهر من الأجهزة الأمنية، مين المتواطئين من الدولة اللبنانية حتى فات نترات الأمونيوم على بور بيروت ودمروا مدينتنا وفرقوا محبيننا عنه. لهيك عم نطالب برفع الحصانات الفوري لحتى الكل يكون تحت سقف الأمون، البريء يتبرأ والمجرم يتحاكم. بعد سنة من اغتيال ابني الرقيب شارب المقتل، بعد سنة من اغتيال 219 بري حتى ما يقتلونا مرتين، حصانتهم مش أغلى من دم ولادنا. بدي أقول لسماسرة الموت وجماعة صفائات النيترات، حقنا رح ناخده على الأرض مش بالسما. ممنوع تسييس التحقيق، ممنوع التمترس بالحصانات والطوائف. إذا هني ما أجوا بكرة بكرامتهم على التحقيق رح نعرف كيف نجيبهم. وهون تحية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. يلي بالرغم من حصانته المقدسة
كان أول المبادرين لوضع نفسه بتصرف المحقق العدلي للإدلاء بشهادته. روحوا اعملوا مثله وإلا حكم الشعب راح يتنفذ بيتكم كل واحد منكم، وراح تتعلق المشاني كل مين قتل أولادنا وأماتنا وأخواتنا وأحبابنا. وحياتك يا شربي، وحياة دموع إبراهيم وكيان ومحيو والياس وجورج وأجود وأم أحمد وثروت وجريس وربيكا وباقي أهالي الشهداء. مش راح نرتاح قبل ما يتحاكموا هالمجرمين القتلة. مين راح يواسي أماتنا؟ مين راح يتمكن من إنصاف هيدا البلد يلي بيستهل بالتأكيد أفضل من الفاسدين والفاسقين والميليشياويين وعملاء السفرات والمجرمين؟ هيدي المرة لم يعد من الممكن المساومة ولا الصمت. نريد تحقيقا شفافا يؤدي إلى تحديد الجناة وعقابهم كل حسب مسؤوليته. نريد العدالة للجميع، عقاب المذنبين وتبرئة الأبرياء. ما بدنا كبش محرقة. أمام هول الفاجعة، الصلاة والتأمل أبلغ تعبير للمطالبة بإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. أطلاق صواريخ من الجانب اللبناني على إسرائيل ورد، أما التفاصيل ففي هذا الاتصال مع زميل جورج عبود. جورج تفضل. بالفعل جورج، يعني من بعد سماع صفارات إنذار بمستوطنة قريات شمون الحدودية، تبين أنه تم أطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كان في تعليق أولي لجيش العدو الإسرائيلي أشار إلى أنه 3 صواريخ انطلقت من لبنان، سقط أحدهم داخل الأراضي اللبنانية، في حين سقط 2 الباقيين بمنطقة مفتوحة بإسرائيل من دون سقوط إصابات. بالمقابل أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف سهل الخيام بجنوب لبنان. يعني جيش العدو الإسرائيلي أشار إلى أنه ما صدرت أي تعليمات استثنائية لسكان البلدات الحدودية بعد سقوط هيدي الصواريخ. كانت أشارت قناة كان العبرية إلى أنه التقديرات الأولية بتشير إلى أنه إطلاق هيدي الصواريخ تم من قبل منظمات فلسطينية بلبنان. جورج، اللي فينا نقوله أنه من بعد هدوء نسبي على الحدود تجدد القصف منذ قليل، القصف المعادي، القصف للعدو الإسرائيلي، حيث وقع أكثر من 7 قذائف بين إبل السقة ورشي الفخار والخريبة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان. يعني توقيت مشبوه لإطلاق صواريخ من داخل الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية بانتظار الجيش اللبناني يكشف الموقع، إلا أنه عملية تركيز القصف المدفعي الإسرائيلي بتشير يعني بالتقديرات الأولية إلى أنه إطلاق هيدي الصواريخ تم من سهل الخيام. جورج، شكرا لك زميلنا جورج عبود على هذه المعلومات. أما الآن فإلى فاصل ونعود إلى نشرة الثانية والربع. عودة إلى النشرة. أعلن السيد ياسين علي حمد جعفر في مؤتمر صحفي عقده في دارته في جرود الأبيات الهرمل أن عرب خلدي تواصلوا معه وفوضوه للتكلم باسمهم، وأنهم على استعداد لتسليم كافة المطلوبين بحادثة خلدي للعدالة وهم تحت سقف القانون. واتصل بي أهالي عرب خلدي وطلبوا مني أن أقول التالي، بأنهم مستعدون لتسليم كل من تطلبه العدالة وهم تحت سقف القانون والوطن، وتبليغ كل الأخيار في منطقة بعلبك الهرمل وخصوصا العشائر والعائلات لتسليم رايتهم لهم ولكل من تدخل في بور خلدي. وطلبوا مني شخصيا أن أبلغ وأتصرف لثقة الناس بي، وبهذه الحالة فأنا أستأذن كل الخيرين الذين سعوا وتداولوا من عرب ووجهاء وكرام في كل لبنان، وأسلم الراية إلى صاحب الراية سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله،
وهو الذي حمى البلاد ودافع عن الأرض والعرض. يا صاحب السماحة الكل لك، والعدو الأوحد هو إسرائيل، وأنت من يؤدي الفتن ويصلح الأمور، فكلنا رجاء أن يبقى لبنان في أمن وأمان، ومنك نطلب التدخل لوضع الأمور في نصابها، وهذا دأبك. نهاية النشرة. للمزيد تابعونا دوما عبر إنستغرام، فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. دقائق ونكون مع متابعة لهذه التغطية مع الزميلة نانسي صعب وضيوفها. أما الآن فإلى إعادة لكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في ذكرى الرابع من آب.